منو اللي وكلت الأساتذة خليل الدليمي وخميس العبيدي؟ استاذ بدر حضرتك صلاحيتك مطلقة الآن؟ صلاحيتك لأن حضرت مع المرحوم سعدون الجنابي، صلاحيتك يسمح لك يعني مطلقة صلاحيتك الآن؟ لأن أنا ما أدري، لأن ما شاء الله شاب ما أدري صلاحيتك. زين، هوية عندك؟ هوية في الجلسة القادمة أجيبها إن شاء الله. من طلبات السلام؟ خلوها الله. نعم نعم، أهلا وسهلا. لغرض توكيل المحامي أجلنا الدعوة إلى 5:12، فكون أنت تهيأ حتى تتصل بجماعتك، وإذا احتاجت إلى وسائل الاتصال تكون متوفرة عندك مثل التلفون أو هكذا أمور. فأنت لأن الجلسة القادمة 5:12 إذا لم يحضروا عنكم، نعم إذا لم يحضر عنكم يبقى المحامي من مكتب الدفاع وتستمر الإجراءات إلى أن يعني حتى لا يكون لا يصير تأخير. نعم، منتدبين من مكتب الدفاع أرفضهم. نعم تفضل أستاذ خليل. لا هذا هو فساد الشهود، خلاص محكمة قررت يوم 5 يعني الأسبوع القادم يوم الاثنين القادم. هي لغرض تنظيم الوكالة، وأنتوا يعني أمامكم 8 أيام مجرد أمور شكلية لإكمال الأمور الشكلية. أعتقد أنتم استلمتوا الأوراق التحقيقية اللي تفيدكم. لا استلمنا الآن. الآن نعم نعم. لكي نطلع على الملف ولكي
هل يطلب منا بعد أسبوع كما حدثت سيادتكم أن نجيب؟ نحن في الجلسة السابقة أجلناها حوالي 40 يوم، وعلى أساس تقدم إلينا بعض الأمور أو اللوائح المتعلقة بالمسائل الشكلية اللي أنتم ردتوها، فهذه المدة راح تضاف إلى المدة السابقة وليس المدة الأولى. نعم بلغنا أستاذ خليل في وقته وطلب. نعم فنحن من عندنا سبق أن تقدمنا بطلبات لسيادتكم عن طريق الأستاذ خليل بأن نعطى الملفات وأن نمنح حقيقة الالتقاء ممثلنا الذي لم نستطع اللقاء به إلا من فترة بسيطة جدا، فنحتاج إلى وقت أطول من المحددة لكي نضع دفوع شكلية وكذلك نوضح للمحكمة كتابة وترافع عن أمامكم، فإنها مدة لا يمكن أن تحقق ما يجب أن يكون على لو أخذنا المستوى العالمي في عملية المحاكمات والتقدم المذكرات لا يمكن أن تقتصر في خلال أسبوع لا يقل عن شهر أو 30 يوما. كان عندكم مدة أكثر وليس 20 يوم بسبب ظروف المرور به المحامين. أنتم تعرفون سيادة الرئيس منك أن يعني تعطينا فرصة على الأقل بتور. شهر كامل لإعداد المذكرات والاتراف. استاذ لا تسمح لي استاذ، الفرصه اللي انطيتونا هالماضيه بسبب ما تعرض الى زملائنا واحنا من تهديدات يعني، والجانب الامريكي ما يدري وهو اللي بلغنا قال لنا حتى يطلعون لبيوتكم النقاب ما نقدر نوصلها. نعم. محامين ما نتصل بهم، مكاتبنا يعني تعرضنا لظروف جدا قاهره فما قدرنا نعد اي دفع. وسائل الاتصالات سريعه الان، لما استطع حتى اني اتحدث مع استاذ خليل في الفتره هذه اللي مضت لأنهم كانوا تحت التحكيم. نعم. وتحت الإرهاب وتحت بما يقال. نعم. فلما استطع نحن أشخاصا يعني كمحامين دوليين أن نعرف ماذا يجري في الساحة القضائية أو الساحة حتى التحقيق، لا نجد أمامنا شيء، لا يمكن أن تكفي هذه المدة، إذا يجب أن تكون أكثر من 30 يوما. شو تقولون نأخذ 5 دقائق نتداول بها؟ اي 5 دقائق نتداول بها. خلينا نتداول بها. نتداول بها 5 دقائق. 5 دقائق نتداول بها. 10 دقائق. اي فد 10 دقائق. كم يكون عدد شوية متى؟ اي يعني. تتداول المحكمة لمدة 10 دقائق على هالإجراء خلي. اي والله استاذ. نتمكن شوف. إذا تسمح لي يعني هسه المحامي العربي إذا يريد يجي على مود يحصل على تداول المحكمة عليها بس الفيزا على شهر الواحد. لا شهر الواحد لا صار الفيزا.